مش ناقص يا اسطى ذنوب، انا مش ناقص يا اسطى ذنوب. هو فعلا انا مش ناقص ذنوب. ايه ده، هو في ايه يا جدعان؟ دي متصدراها بس يعني، يعني مش كده. يعني انا شفت بنات سافله ياما بس مش كده حضرتك، لا دي كبيره قوي حضرتك يعني. راعي ان احنا شباب غلبان يعني. ايه ده، في ايه يا استاذ يا جدعان؟ في واحده كده اول ما تخش الفيديو تلاقيها مصدره لك في وشك. ايه ده يا جدعان؟ دايما انت بتصحى معايا ما تنامش، انا ما باكلش كرانش. ما هو اكيد اكيد ما بتاكلش كرانش، اكيد ده محشي فاهماني، مكرونه بشاميل، كرومب، يعني دي حاجات فاهماني. يخرب بيتك لو عايز تبقى نباتشي. اسمعني ايه ده، في ايه؟ ما بالراحه يا استاذ، بعدين مش هسمعك ده كده، انا هشوفك بعدين. هتعمينا انت دي افرضوا يا جدعان راحت مفسيه في وشنا، دي هتعمل هبوه، هتعمينا كلنا. بالراحه يا استاذ على نفسك يعني، بالراحه. راعي ان في ناس بتتفرج عليك. ايه اللي انت عملتيه ده؟ بالراحه بالراحه، يخرب بيتك. طب يا جماعه الخير، قبل ما نبدا الفيديو دش الجامبو لايكاتكم، بشكر كل واحد محترم بينزل يحط لايك، مفعل زر الجرس عشان اول ما يجي له الاشعار ينزل بسرعه، يكتب لنا كومنت حلو وحط لنا لايك. ولو انت بيجيلكش الاشعارات وعندك مشكله، تعال على الانستجرام عشان هناك انا بنزل على طول اول ما بنزل فيديو، فتعرف ان انا نزلت فيديو. وزي ما انتم شايفين الاكتف عندي واقع شويه، تمام، او واقع كتير، فاتمنى منك ان انت تساعدني وتعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشير القناه لاصحابك عشان الناس كلها تتفرج. انا عايز ارجع اقوى والله العظيم، وعايز اضحكوا جامد قوي، فشجعوني ان انتم تعملوا لايك. نحاول نوصل الفيديو ده على قد ما نقدر ل 1000 لايك، يعني نوصل الفيديو دوت ل 1000 لايك هكون شاكر جدا. نحاول نرجع زي زمان وان شاء الله هضحككم، ان شاء الله اللي جاي ضحك باذن الله مع بعض، تمام. ولو انت لسه جديد اشترك في القناه من تحت، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وجيش الجامبو لايكاتكم، ويلا بينا. دي مش عطيات خالص، دي الشلحات في الملاحات، يعني واقفين عند المدرسه وعطيات وعطيات. يا بنت احترمي نفسك انت، وهي ممكن تبقى تجيبوا الصبايه في البيتها وتقعدوا مع بعض وعطيات وتهزوها برضه بس في البيت. بعدين مين صبي الميكانيكي اللي بيرقص معاكوا ده يا عم؟ لو انت راجل مش هتخليهم يرقصوا كده في الشارع، ارقصي يا حبيبتي بس في البيت مش قدامنا. لا اله الا الله. الفيديو اللي بعده يا جدعان. صاحبي احنا معاك هنا، يعني احنا معاك هنا، بلاش كده، احنا معاك هنا. لا اله الا الله. هو في ايه؟ هو في ايه يا ابني؟ انت بتريل مثلا؟ بتشفط الالتفافه بتاعتك والريال، ولا في ايس كريم واقع، ولا ايه؟ بتعمل كده ليه؟ يلا هاتهم من هنا. مش قايم والله. ما انت قايمه وانت فشخه رجليك كده، ما تقوميش، خليكي زي ما انت قاعده. احنا مبسوطين يا حبيبتي، خليك، ربنا يخسف بيك الارض، خليك. يعني ايه يلعب احي معاكوا يا مش قايم؟ هي فعلا دي منظر واحده بتلعب احياء. انما اخرج من هنا وتلعبوا احياء من هنا والله لا يمكن، واي احياء هتلعب في البيت ده انا بلعب فيه. هو معلش بتلعب في ايه بالظبط؟ معلش عشان انا جالي هيرور. بتلعبي في ايه بالظبط؟ يخرب بيتك. ازاي يا جدعان قاعده كده؟ يا لهوي، احنا احسن ناس نلعب احياء في المنطقه بحالها. ايوه بعدين يعني قلبي مدى النوم، قلبي مما... تمام ماشي. ها وبعدين؟ اسمي الله، جميله قوي. خرب بيت دي عماد، دي بتغسل وشها بايه دي؟ مسحوق برسيل صح؟ اكيد مسحوق برسيل هو اللي بيدي اللمعه البيضه دي. نظافه مفيش مستحيل مع برسيل. جميله. ده واحد يا جدعان شغال شقيان كحيان، فراح لواحده بيقول لها بحبك، اكيد هتقول لك لا. يعني هو انت تعرفها يا ابني عشان تيجي كده على الرصيف على طول وتقول لها بحبك؟ نكمل يا جدعان مع بعض. يا عايشه دوري الغلبانه وفاكره ان عي. انت يا معفن تحبني انا؟ انا بنت ددا وبنت بابا اللي ساكنه في المعادي غور. طبعا واحدة تانية بتقول له أنا بحبك أو بموت فيك، بليز 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 ما تسيبنيش. مش هينفع والله، مش أنا بحب اللي هناك، أنا بحب البنت اللي بتديلي على عينيا، معلش اعذريني أنا بحبها يا والنبي يا بنت. هتبقى أحلى مش نصيبي.
يا ابني على فكره في واد مرتبط بيها يعني فاهمني، وهي مبسوطه مع الواد، يعني العلاقه ما بينهم بيس. انت بقى بتدخل نفسك ليه يا استاذ؟ انا حامل، بطني وجعاني، انا حملت. حملت ازاي يخرب بيتك؟ انا اصلا عقيم وربنا انا عقيمه يا جدعان. في ايه؟ هو في ايه؟ دي بتقول لك يا عم عايز اشرب ميه، جيب لي ميه يا عم تعبانه. غوري بقى، وانت كل شويه تحملي، ايه ده؟ ما انا خرجت وعطيت مع بنات كتير قوي، ما بيحملوش، انت الوحيده اللي بتلقطي بسرعه، ده انت غريبه، ايه ده؟ يا لهوي، سابها، انا ما هصدق هجري اسقيها ميه، اكيد لما اسقيها ميه هي تحبني، اكيد لما اسقيها ميه هي هتحبني. هو انت يا حقير يا جربان يا كحيان يا شقيان؟ يلا غور، ما اشربش ميه منك، لو هموت، لو الروح بتطلع مني مش هشرب منك ميه. ما كده وربنا انا بموت في الدبابيب، انا بعشق التراب اللي انت بتمشي عليه، ده انا البنت التانيه جات لي وسبتها عشانك، انت خنزيره والله. ولعنا يابا، جاب كوتشايه وجاب جزمايه وطقمايه، وبص هيروح بقى يشقط البت، هيروح يشقط البت لان هو غبي، فاكر ان هي هتحبه باللبس، ده غباء. بس هنكمل. عندي صاحبي كان غبي، كنت الحمد لله شقطتها. انا انت عارفين يا جماعه شقطتها ازاي؟ بالطقم، يعني لو انت مش عارف تشقط بنات اشتغل وجيب طقمايه وكوتشايه وجاكيتايه وهي هترتبط بك على طول زي ما انا عملت. خدوني قدوة. بوم، بقول لكم ايه؟ قولي بوشك ده، قولي ده، انت خوفتيني. بوم ايه؟ يخرب بيت امي شفايفك عامله زي نفق الشهيد مصطفى حافظ، والله شفايفها عامله زي نفق الشهيد مصطفى حافظ. قولي. الحلوه لما بتتدلع بتخلي الاسفلت يولع. خد الدكتور عشان يزرط. هات الدكتور عشان يزرط؟ ايه يا بنتي، انت قاعده في المبوله؟ انت قاعده في الحمامات؟ انت قاعده في مراحيض السيده؟ ما تحترمي الناس اللي بتتفرج عليك. ايه ريحه الفيسه دي؟ مش كفايه ان انت هبله وكمان هات الدكتور عشان يزرط؟ ارزعونا يا جدعان لايك، يا جدعان ارزعونا لايك، ده احنا زهقنا. وفعل زر الجرس وخليه كل الاشعارات يوصل لك كل جديد، ولما ما بيوصلكش الفيديوهات تعالى على الانستجرام برد على كل الناس هناك. يخرب بيت الخنزره اللي احنا فيها. عايز ترجعني بعد ما حلوي؟ ماشي. ها وبعدين؟ انت وسخ. هقول لك ايه، انت وسخ اهو، انت اللي وسخ. انت بتشتميني ليه؟ بعدين ما عملتش حاجه، انا كنت معدي لقيتك بتقولي عايز ترجع لي بعد حلويت، فبقول لك اه وبعدين، تقولي انا وسخ؟ انت اللي وسخ. وبعدين في واحده محترمه تقعد كده؟ ما تتعد لي يا بنت. اوه بوسي كات، اجمل بنت في البلعات، قصدي اجمل بنت بتنزل يوم التلات، سوري. انت بتعملي ايه يا حبيبي؟ انت بتعملي ايه؟ مش كفايه ان انت فلات، بتشيلي كمان المناديل والشرابات؟ هتفضحي نفسك اكتر يا مجنونه؟ يعني خليكي زي ما انت، استوري نفسك بالبلالين والشرابات اللي انت حطاها عشان تبان ان انت انثى وكده، بلاش تفضحي نفسك يا متخلفه. انا كده بقت جامده قوي، انا كده هشقط الواد الكتكوت ابو شعر اصفر، يلا بينا، مستعجله قوي. ايه ده يا بوب مارلي، يخرب بيتك، اعفن واقذر شاب في مصر، بقاله 150 سنه ما حلقش شعر، شوف مسكها ازاي. تعالي يا خنزيره، عايزه تعلقي الواد وانا ماشي معاكي؟ ده انا اعفن شاب في مصر، ده انا كل البنات بتجري مني. بس انت مش هتجري، انت بتاعتي انا وبس، لازم تموتي بالريحه المعفنه. الله يخرب بيتك، ده انت ريحتك وصلت لي، ريحه شعرك وصلت لي، كنت هموت. يا ابو مارلي في ايه؟ ما بالراحه علينا يا عم. سلام قولا من رب الرحيم، في اي حاجه مالك؟
مالك فيه؟ الكهرباء مسكت فيكي ولا ايه؟ مش عارف، حاسس ان الولاية دي ما بتستحماش كده، مش عارف. اصل هي من ايامها جنبها كلب بلدي، كلب بلدي حضرتك في الشارع كده من ايامها جنبها على السرير. بس يا طنط، بس يا طنط اهدي يا حماد، هتلاقي الدكتور يا حماد، دي مش على بعضها خالص. مش قادر، مستعجل مستعجل يا لهوي. مش عارف ليه حاسس ان البراغيث بتاكل في جسمها، يعني في برغوتة عمالة تنخر فيها، فهي يعني مش طايقة نفسها خالص. انا مش قدك يعني، انت بالمنظر دوت انت فرحانة بيها، خلاص احنا عرفنا ان انت فرحانة بيها، ربنا رزقك بتوتة كبيرة. معلش احنا اسفين يا اسماء، انا عارف ان انت التوتة عندك صغيرة، احنا اسفين، معلش معلش. هنعمل ايه، هي مغرورة فطالعة تقهر البنات السفيفين اللي شبهك يا اسماء، معلش. اديك وتاخد، وهي بتهز على اديك وتاخد. طب انا افهم ايه يا اسماء دلوقتي؟ انا افهم ايه طيب من المنظر دوت؟ يخرب بيك كده يا جدعان، البنات اتجننت في دماغها. بصي بصي، لو انت قللت الادب كده فانا عايز ابقى بتاع ماما وماما، يعني انا بجد انا عايز ابقى بتاع بابا وماما، لان يعني انت قللت الادب. يخرب بيت امك، انا ما شفتش واحده بتتاجر بالمؤخره بتاعتها زيك، ما شاء الله. بقت بكام النهارده؟ يعني النهارده اللي المؤخره بتاعتك الكيلو بكام؟ مش بتتباع بالكيلو دي ولا ايه؟ انا بصراحه تعبت معاكي يا عمري خالص. انت نعمه، وبابا قال لي، بابا قال لي لما تلاقي نعمه بوسها وركنها على جنب. طبعا ده فيديو خيال علمي، ده فيديو تيك توك، فاي حاجه ممكن، يعني ممكن تبقى ماشي في الشارع كده تلاقي بنت تروح بايسها من دماغها عادي، اعتبرها زي والدتك عادي خالص. يا لهوي، بسني من دماغي، واو، يا لهوي من شاب جريء جدا سافل حقير، اني احب ذلك. زيرو تلات تلاتات. لا بص الواد بيعمل ازاي، محسبك عبد الرؤى مش السبتيه. مش عارف، حاسس ان هو من صدره منمل، ممكن يعني ممكن ما نظلمهوش، صدره منمل او بيعمل مساج في صدره، ما اعرفش فيه. المهم ان هو فيديو غريب يعني. لحد هنا نكون وصلنا لحد اخر الفيديو، يا رب تكونوا اتبسطتوا، يا رب تكونوا اتبسطتوا وقضيتوا وقت ممتع. احنا بنجيب الفيديوهات بنتفرج عليها مع بعض عشان نضحك، تمام؟ مش قصدي التجريح في اي حد او ان انا اضايق اي حد، اللي هو غلط، بس بالفيديوهات ان احنا نهزر ونضحك. ولو انت عايزني او حابب ان احنا مثلا نعمل فيديوهات على شخص معين على التيك توك، ايا يكن مين هو بقى، شريف خالد، حمو مش عارف مين، شهاب، ابعت لي اللينك او الاكونت بتاع الشخص اللي انت عايز نعمل عليه رياكت خفيف لطيف، تمام؟ ابعتوا لي على الانستجرام واحنا ان شاء الله نعمل عليه رياكت كده خفيف لطيف ونضحك مع بعض، تمام؟ وجيش الجامبو لايكاتكم، كان معاكم عبد الله جامبو من قناه عبد الله جامبو، ومستنيكم على الانستجرام، هتلاقوه فوق هنا اهوت، تمام؟ او تحت في الديسكربشن. وسلام.